السلام عليكم ومرحبا بكم أحبائي الأعزاء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم سيدتي بغيت نقدم لك واحد الوصفة بالنسبة للوجه ديالك. إلا بغيتي توحدي اللون ديال البشرة ديالك، ولا بغيتي تخلصي من جميع الشوائب اللي تتكون في البشرة ديالك، هذه الوصفة هذه المكون الوحيد ديالها وهو عسل النحل. كيف ما كتشاهدي سيدتي، عسل النحل راه مفيد بزاف للبشرة ديال الوجه، وكيرطب البشره وكيغديها بواحد الشكل كبير، لان المنافع ديال العسل، المكونات ديال العسل كتفيد البشره ديال الوجه ديالنا بزاف. الطريقه ديال الاستعمال ديال هذه الوصفه، وهي كاينين شي ناس اللي عطاو هذه الوصفه هذه وعطاوها بواحد الشكل خاطئ. مثلا نصحوا العيالات باش يديروا هذه الوصفه هذه بالليل. انا كنصحك سيدتي انك ما ديريها بالليل، لانك غادي تكرفسي على راسك بزاف، بلا ما نفسر لك، لانك عارفه العسل الا درتيه في وجهك ونعستي يعني غادي تكرفسي على الحوايج، وغادي تكرفسي على راسك، غادي تجمع لك الخمله، وغادي تجمع لك شحال من حاجه في وجهك. كنصحك سيداتي ما ديريش بالليل، لان شي ناس عطاو هذه الوصفه هذه وعطاو بانك ديريها، ما ديريها حتى تبغي تنعسي باش تبقى في الوجه ديالك مده ديال الليل كامل. انا سيدتي ما كنصحكش انك ديريها بالليل، لان في الليل غادي دير عام نداتك، انك نداتك راسك غادي تعرفي بان العسل الا درتيه في وجهك ما غاديش تنعسي بخاطرك، ما غاديش تنعسي مرتاحه، واصلا العسل غادي يلصق لك كاع الخمله وكاع داكشي اللي كيكون في الفراش ديالنا. تنصح سيدتي العيالات يديروا هذه الوصفه هذه في الصباح، خاصه الوقيته فاش يكونوا تيشقاو، يديروها في وجههم ويخليوها المده ديال ثلث ساعه 20 دقيقه تقريبا في الوجه ديالهم. وغادي تحيدوها سيدتي، تغسلي الوجه ديالك عادي بالماء عادي، وغادي تشوفي سيدتي اللون ديال البشره ديالك كيفاش غادي يولي، وكيفاش غادي تولي النعومه ديال البشره ديالك. يا ريت سيدتي تجربي هذه الوصفه هذه، لانها وصفه جميله جدا، وانا شخصيا انا كنصحك بها وجربتها وعجبتني بزاف. غير حاجه وحده كيف ما قلت لك سيدتي، انك ما تستعمليهاش بالليل، لان بعض النساء عطاو هذه الوصفه هذه وعطاوها قالوا ان ممكن المراه ديرها في الليل. ابدا، واش ديريها في الليل الا بغيتي تكرفسي على راسك سيداتي، ديريها في الليل. راك عارفه ان العسل غادي يجلب لك كاع فين ما كانت شي خمله ولا شي حاجه، وغتكرفسي على راسك وغادي تكرفسي على الحوايج ديالك. يستحسن سيداتي في الصباح فاش تنوضي وتبغي تشخاي، ممكن ديري واحد ربعة القطيرات، شويه في الجبهه وشويه في الحناك وشويه تحت الفم ديالك والرقبه. غادي تخلي واحد ثلث ساعه، غادي دلكي بيه الوجه ديالك كامل، وغادي تخليه في وجهك واحد ثلث ساعه، وغادي تغسليه عادي. غادي تشوفي سيداتي، غادي تلاحظي بنفسك ان البشره ديالك ولات رطبه بزاف، وحتى اللون ديال الوجه ديالك ودوك التجاعيد وداك التكماش اللي تيكون في الوجه غادي تبداي تخلصي منه الا بديتي كتستعملي هذه الوصفه يوميا. في السيمانه الاولى غادي تشوفي النتيجه رهيبه، وغادي تعجبك بزاف سيداتي. كنتمنى سيداتي الا عندك شي تساؤل ولا ما فهمتيش شي حاجه في هذه الوصفه هذه، انا مستعده نجاوب على جميع التساؤلات ديالك. وكنتمنى تنضمي ليا للقناه وتزورني وتشجعيني بلايك، والى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله.